الاهتمام بقضايا اللاجئين بالبلاد يعد من اهتمامات الحكومة التشادية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين HCR والمنظمات العاملة في المجال الإنساني. وفي هذا الإطار جاءت أعمال الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة التي تضم كل من السودان وتشاد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تشاد. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأول مجمل القضايا التي تتعلق باللاجئين السودانيين المقيمين في المناطق الشرقية للبلاد، أهمها كيفية تقديم الخدمات الأساسية للاجئين لتقليل معاناتهم ووضع استراتيجية جديدة للعودة الطوعية للاجئين السودانيين إلى أماكنهم الأصلية. 4000 كان ودوم جينا لمينا من أمس الكوميتي التكنيك لموا اشتغلوا في نقط وشوفوا كيف اللاجئين التشادين القاعدين في السودان يرجعوا بلدهم بالسلام. هذا وقد سمح الاجتماع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالبلاد بتقديم تقرير شامل حول البرامج والأنشطة التي قامت بتنفيذها لصالح اللاجئين، تمثلت في الخدمات الصحية والتعليمية وكذا توفير المياه الصالحة للشرب فضلا عن الخدمات الاجتماعية الأخرى. ونشير إلى أنه في نهاية هذا الاجتماع خرج المجتمعون ببيان ختامي مشترك تناول مجمل القضايا الهامة التي تتعلق باللاجئين السودانيين لتؤخذ بعين الاعتبار بغية إيجاد حلول مناسبة تخدم المصلحة العامة للمعنيين بهذا الأمر.